السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا سوتش ستتمموا أي تيجي قاتشو. لا إله إلا الله. ما تو أنت قاتك أنت أكو فتنا يا اللي نجرنا. ناو ملكام سو أي بركتهم. منا ما تو ملكام سو أي بركتهم. دعاء التدرج قال لي ما تو بقى خلاص لا بأس طهورني إن شاء الله فتنا. الله سبحانه وتعالى يأكل لك الله يشفيك من هذا النساتر. جزا قاتك أنتك ملكام سو أي بركتهم. من ده يوم تعرفك هنا. إن شاء الله تعالى يا سبب كنت نقرا لنا فتو أطيق إن خلاص جزاك الله خير أما سقنا له أي المرب بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة في غيره إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة. قال صلى الله عليه وسلم بل إلى أبو ثايم السجد متوشي صلاة يلك أزي مسجد ويدقمو مسجد الحرام يمي السجد عن صلاة بلا جنة اللو بلوال نياتم الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ليتها الله سبحانه وتعالى يفلقوني فترة كفتروا نقر وستم دقمو يفلقوني مرتع لن دالو وطام يتمرت أبو تاني هلنو كلاتكم الزيم لتمتوا دعاء درق الله شوال الله سبحانه وتعالى متاتكم بزيبة كبر أبو تا الله سبحانه وتعالى أن تتقزوت الله يوفق أتشو لاتشو الله أنت فزي باشا قررقم يقررمين ينقرم ننقراتش بزي أقات أمين بطام بمي قرمونيتا زندرو سوو بطام بستوال بطام مالتنا بطام سلاتشو بفيد ولتش أسراز تهلال المستالي كورونا كمان بتاعته بفيد رمضان جيزيلا ينبر زحمة أهول لاي نورمال جيزيلا يلا تملكتو أهما برسبو كان يوالا يلا إلا فيتو دقمو تملكتو باتشرو اندي يالا زحمة يتشالا كم يعني ولتش أسراز تهلال ينبر يمتاهو أسراز تهلال كورونا لنبرم بزيا جيزي رمضان زي نبركم رمضان من دي هال نبرم ونوس كزي بيثاتش نبر تنش كزي أنسال يقرم لعله خير يوم دمي تاوكو يا حجنا عمرة بالسلطان يزي هجر يا حجنا عمرة بالسلطان حجنا عمرة كزندرو عم تجمرو ويدقمو كزهنيا وحج جمرو ملو بملو وده كامل طاقة تمل السؤال ويدقمو وده مجمر يا أوريجينال انتنو تمل السؤال سلالة maybe لإثيوبيا هي ميدرسات كوتا 40 ليهوني شلال ندب في تمارة نهوا ده 40 غير مالي هوني شلال 40 سيمي أسفل لك هون دقمو بالفو عمتن ያን ያክል ሰው ለማምጣት ያን ያክል ምን ያክል ለተቸገረን ሁላችንም እናውቃለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ 40 ሺህ ኮታ የሚሰጠን ከሆነ እነሱን ለማስተናገድ መجلسአችን በደም መልፋት አለበት ነው የምለው። ነገራችን ላይ መجلسአችን አሁን እየለፋ ነው ያለው ሐታ ለኡካም ቡድኖቹን እዚህ እኮ አሁን ራሱ ትላልቅ መሻይኾች እዚህ መጥተው አንዳንድ ነገሮችን ያስተካከሉ ነው። አላህ ይርዳቸው እነሱንም እኛም በዱዓ እንርሳቸው እነሱም መዘጋጀት አለባቸው። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ሀብታሙ አንተ ነህ ሀብታሙ